ليتجدد مشاهدينا الكرام مع انطلاقة شوطنا الرابع للأبكار لسن الحقائق لأبناء القبائل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مسافتنا هي 3 كيلومترات المعتادة والمقررة في هذا الانطلاق والمسار. نذهب مباشرة مع بداية هذا الانطلاق مع مقدمة الشوط من تسيطر بالمركز الأول وتقود هذه المسيرة مثيرة تقود المسيرة بمقدمة الشوط. تعود الملكية لعبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي. النقلة المباشرة مع المركز الثاني أرى جبارة علي بن سعيد بن مصبح المنصوري من ياتي في ثاني المراكز بجبارة. أما انتقل مباشرة مع المركز الثالث وارى سودة تعود الملكية لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري أو سود من تأتي مع المركز الثالث. رابع المراكز تغير في هذه اللحظات. أرى مشاهدينا الكرام المركز الثالث مشاهدينا الكرام الشاهينية محمد بن سعيد بالحطم العامري تغير مع المركز الثاني. النقل مباشرة مع المركز الخامس أرى الشاهينية مبارك بن محمد بن نصر العامري من تأتي في خامس المراكز وسادس المراكز الفاتنة أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز السادس. سابع المراكز مشاهدين الكرام الوصول من صوع لمحمد بن عتيق المقعود الفلاسي ومن الجانب الآخر هنا تتواجد الشاهينية حمد بن محمد بن قرين العامري مع المركز الثامن. تاسع المراكز أرى مشاهدين الكرام منصورة ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري مع المركز التاسع وعاشر المراكز في هذه اللحظات. معزة أو زعفران سالم بن علي بن راشد الغيلاني ندائنا الأول العشر. المراكز الأولى المتقدمة دعناها كاملة مكملة. نعود مع البداية نعود مع مثيرة ما زالت تزرع الإثارة بمقدمة الشوط وبالمركز الأول لعبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي هي مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. ولكن الشاهينية قادمة لمحمد بن سعيد بالحطم العامري من تاتي في ثاني المراكز. المركز الثالث أرى الشاهينية مبارك بن محمد بن نصرة العامري. يا سلام الكل بدأ يتقدم يحرك إلى الأمام. المركز الرابع هنا صوع محمد بن عتيق المقعود الفلاسي تنضم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول هنا من الفاتنة أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام المركز السادس هنا تواجد مشاهدينا الكرام من أسود راشد بن سلطان بن غالب المنصوري ولكن بعود مع مثيرة مع المقدمة وترافق الشاهينية ومثيرة تعود الملكية لعبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي. المركز الثاني الشاهينية محمد بن سعيد بالحطم العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث صوع محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي سلام مع المركز الثالث. ولكن تصل الفاتنة تغير من مركز إلى مركز. أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي أرى القدوم مبارك بن محمد بن نصر العامري. الشاهينية تنضم مع المركز الخامس. المركز السادس أرى قدوم في هذه اللحظات. يا سلام وتواجد هنا من السود راشد بن سلطان بن مغارب المنصوري وصلت أوتار علي بن سالم بن عبيد مظفينه العامري. ولكن بعود مع الانطلاق الأول المسار الأول. يا سلام الشاهينية والفاتنة ومثيرة في موقع صراع الأقوياء. الفاتنة تغير مع البداية تعود الملكية لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. الشاهينية في ثاني المراكز تعود الملكية للشاهينية محمد بن سعيد بن الحطم العامري. المركز الثالث يا سلام صوع محمد بن عتيق المقعودي ولكن مثيرة شكلت الإثارة من الجانب الآخر. أرصد يا سام الهواري مثيرة عادت المياه إلى مجاريها وهبت الرياح بما لا تشتهي الأبل في هذا الموقع. يا سلام مثيرة أعلنت المغادرة أعلنت الفوز أعلنت الناموس. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام نزفها لمالك مثيرة عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي. ومشكور يا ابو حمد على هذا الاداء. المركز الثالث الشاهينية محمد بن سعيد الحطم العامري. المركز الثالث صوع محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي. اما المركز الرابع معز علي بن مسفر بن علي الاخيل. المركز الخامس كان الدخول الجماعي. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام
لجميع الفائزين وتابعت التحدي والإثارة ومثيرة من شكلة الإثارة وناموس هذا الشوط. مثيرة العبيد بن مبارك بن عبيد الكتبي، أسعد الله صباحك يا بن مبارك على هذا الفوز والانتصار في انتظار التوقيت الزمني لمثيرة. تهانينا والناموس إلى مالك مثيرة في هذا الفوز والانتصار. 4:40 ثمان من الأجزاء. تهانين لمالك مثير عبيد بن مبارك بن عبيد الكتبي. أما المركز الثاني من وصلة الشاهينية محمد بن سعيد بن الحطم العامري، قطعت المسافة في زمن وقدر 4:41 ثلاثا من الأجزاء. تهانين لمحمد بن سعيد بن الحطم العامري على هذا الفوز بالمركز الثاني. أما المركز الثالث صوع لمحمد بن عتيق المقعود الفلاسي، قطعت المسافة في زمن وقدرة 4:42 ستا من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك صوع محمد بن عتيق المقعود الفلاسي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.